بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام حول كيفية إقامة حكومة 1,000,000,000 مسلم، وأن ذلك مبني على حركة عالمية تراعى فيها أسس. من تلك الأسس التنظيم، ومن تلك الأسس توعية، ومن تلك الأسس أصول الحركة العامة، وقد تكلمنا حولها في حلقات. والحلقات في هذه الأيام حول الأساس الرابع، وهو السلام. وذكرنا حول السلام أيضا حلقات، والحلقة اليوم حول تلقين الحركة نفسها بالسلام في كل شيء، من قول وعمل وكتابة وغيرها. فإن للتلقين أثرا كبيرا. الإنسان بطبيعته أن يغضب، أن يثور، أن يذكر معائب الآخرين، أن يدخل مع الآخرين في صراع ونزاع وحقد وبغضاء وعداء ومقاطعة وما أشبه. فاللازم في اجتثاث بذور وجذور هذه الأشياء من قلب الإنسان، وبالتبع من جوارحه، التلقين الدائم بأني إنسان ملائم مسالم حازم عاقل مفكر مدبر مدير. فإذا لقن نفسه بهذا التلقين ليل نهار وشهر سنة، فإنه ينطبع بطابع السلم، ويتمكن من تقديم الحركة إلى الأمام في جو صاخب بالمناوآت والحروب والثورات والانقلابات وما أشبه. ولذا ورد في حديث إن أحق الأشياء بطول السجن اللسان، فعلى الإنسان أن يتعود حفظ لسانه وحفظ قلبه. وفي حديث آخر، إذا رأيتم المؤمن صموتا فاقتربوا منه، فإنه يلقن الحكمة. الصمت يوجب للإنسان أن يكون حافظا لسلامه لسانا، وكذلك يجب على الإنسان أن يكون حافظا ليده، لقلمه، لحركته، لسكونه، لكل شيء، حتى يتمكن من أن يقدم الأمة إلى الأمام. الذين يقولون نحن عصبيون لا نتحمل، إن فلانا استفزني، إنه رأيته على الباطل فكيف أسكت عليه وما أشبه، إن هؤلاء لا يتمكنون من تقديم الحركة إلى الأمام. ولذا نرى في تاريخ رسول الله وتاريخ الحركات الناجحة الشيء الكثير من هذا القبيل. فقد ورد في الحديث إن رجلا كافرا سيء الأعمال والأخلاق جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشتم الرسول، والرسول في المسجد الحرام يقرأ القرآن. الرسول سكت عنه ولم يقل له شيئا،
إنه كان يريد التحرش بالرسول حتى يدخل معه في منازعة، لكن الرسول تحلم ثم شتمه وشتمه والرسول ساكت، وأخيرا أساء الأدب أكثر فبصق في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الرجل ينقل هو يقول إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم لم يزد على أن مسح البصاق من وجهه الشريف واحمر وجهه ولم يقل شيئا. لماذا فعل الرسول هذا الفعل مع العلم أنه كان متمكنا من أن يقابله بالمثل؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. الرسول رأى إن الدخول مع هذا الكافر في نزاع أمر جانبي يفوته الهدف، ولذا رجح السلام وأخذ يسير في طريقه الذي رسمه له الله سبحانه وتعالى. وهكذا نجحت الحركة الإسلامية بفضل حلم رسول الله وصدره وسلامه. والشاعر يقول: ولن تستطيع الحلم حتى تحلم، يعني أنك وإن كان في نفسك ثورة لكن لا تظهر هذه الثورة، وإنما تحلم وتصبر واضغط على أعصابك حتى تتمكن أن تكون مسالما حتى في أشد حالات الهيجان والهياج. وفي قصة أخرى، الرسول مر على آل ياسر، ياسر وسمية وعمار. ياسر أبو عمار ابن ياسر، وسمية أم عمار، والمشركون يعذبونهم تعذيبا، وبالآخرة قتلوا سمية وقتلوا ياسر تحت التعذيب. الرسول نظر إليهم بلطف وقال لهم: صبرا يا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ولم يزد على هذا. ولماذا هذا الشيء؟ لأن الرسول عرف لو أنه أراد أن يدخل مع أولئك المعذبين في حركة جانبية تفوته تلك الحركة الجانبية هدفه الذي كان يرمي إليه من إقامة عمود الإسلام. وهكذا كان يتصف رسول الله وأصحابه الأطهار وآله الأطياب بأكبر قدر من السلم والسلام وضبط النفس، ضبط اللسان، ضبط اليد، ضبط الحركة. وتمكنوا بمثل هذا السلام من التقدم. وكذلك نرى في بعض المصلحين الذين تمكنوا من إنقاذ بلادهم من الاستعمار أنهم كانوا قادرون على ضبط النفس، فكان أحدهم غير قادر وكان يحتاج لأقل استفزاز، ثم إنه أخذ يلقن نفسه كل يوم: إني رجل مسالم محب للخير لكل الناس. ويقول: كل يوم قمت في أول الصباح كنت ألقن نفسي هذه الكلمة، وكنت كل يوم أريد المنام ألقن نفسي هذه الكلمة. وهكذا حتى تيقنت بأن أعصابي تتحمل
الضعف والإهانة وما أشبه، انطبعت روحي بالسلام فتمكنت من التقدم. نرى نحن أن المسلم أيضا كل يوم يلقن نفسه السلام مكررا، صباحا، ظهرا، عصرا، مغربا، عشاء، في الصلوات الواجبة. ففي كل صلاة ما لا يقل من أن يقول المسلم ثلاث مرات على الأغلب: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام للقائد وهو رسول الله، وسلام لنفسه، السلام علينا، وسلام على الجميع، السلام عليكم. سلم القائد، سلم الشخص، سلم المجتمع الإسلامي، بل وأكبر من المجتمع الإسلامي، لأنه يقول السلام عليكم، يعني كلكم كونوا في سلام. وهكذا يلقن المسلم نفسه السلام كل يوم ما لا يقل من 15 مرة. فإذا تلقن الإنسان بالسلام يكون منطبعا بالسلام الذي يتمكن بسببه من قيادة، من التقدم، من جمع الكلمة، من تحمل المصائب، من عدم استفزاز الآخرين. الكلمة النابية، الهمز، اللمز، الطعن، اللعن، السباب، المهاترة، كل هذه الأمور تضر بالسلام. وفي حديث أن رسول الله رأى نفرين يتسابان فقال: شيطانان يتهاتران، يعني هذا يسب ذاك وذاك يسب هذا. الظاهر أن هذا حديث، وإن كنت أذكره من بعيد أو شبه هذا الحديث. وعلى أي حال، اللازم على الحركة الإسلامية التي تريد أن تنتهي إلى حكومة إسلامية عالمية تأخذ الشعار والدثار السلام. وهكذا تنتهي مثل هذه الحركة إلى حكومة 1,000,000,000 مسلم بإذن الله تعالى. ذلك على الله بعزيز، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.